مدينة حلب هي ثاني أكبر مدينة في الجمهورية العربية السورية بعد دمشق. تعتبر حلب من أقدم المدن المأهولة في التاريخ، تعاقبت عليها حضارات كثيرة كالأكاديين والعموريين والحثيين والبابليين والإخمينيين، ودخلها الإسكندر المقدوني، ثم حكمها السلوقيون فالرومان ثم الساسانيون. فتحها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد عام 16 هجري لتشكل جزءا من الدولة الأموية ومن بعدها العباسية. وفي عام 332 هجرية غدت عاصمة الدولة الحمدانية تحت حكم سيف الدولة الحمداني. حكمها الأيوبيون، ثم احتلها المغول بقيادة هولاكو، وتم ذبح السكان بوحشية. في عام 658 هجري استعاد المماليك حلب بعد انتصارهم في موقعة عين جالوت، واستمرت الحروب مع المغول. وقام القائد المغولي تيمور لانك بدخول المدينة وذبح الكثير من السكان، ثم خضعت العثمانيين واستمرت المدينة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. بعد العثمانيين ناضل سكان حلب كغيرهم من السوريين ضد الفرنسيين. في عام 1946 نالت سوريا استقلالها وأصبحت حلب إحدى مدنها. وضعت حلب على لائحة التراث العالمي نظراً لتاريخها العريق ولما تحتويه من أوابد هامة